أعمال ترميم وصيانة متواصلة يشهدها قصر الكثيري التاريخي بمدينة سيئون بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت وبإشراف من الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالإضافة إلى هيئة المدن التاريخية بالوادي. يعد قصر الكثير أحد أكبر القصور في البلاد، والذي مضى على بنائه كما تتحدث بعض المرويات نحو 500 عام، حيث لا يزال شاهدا على حضارة ممتدة منذ مئات السنين. أهمية المبنى تفرض عملية الصيانة بشكل مستمر، وقد تأخرت أعمال الصيانة فترة طويلة، ولكن الآن يتم تدارك كل ما يلزم لترميم المبنى وصيانته وإظهاره بالمظهر اللائق في هذه المدينة الجميلة. تشمل عمليات الترميم والتي تستمر 4 أشهر جميع واجهات المبنى والأسطح عبر طلائها بمادة الجير أو كما تعرف بالنورة، إضافة إلى طلاء النوافذ والأبواب بالدهان لتمنح المبنى جمالا يكتسبه من ألوان البياض الناصع، كما يحفظها من عوامل التعرية بما فيها الأمطار، بعد أن شهد آخر عملية ترميم قبل أقل من عقدين. أولا نقوم بعملية الشخي الليدران، يعني شيء فيها مش غليظ وشيء رقعة سواها، يعني نحتها كلها، من ثم نعطيها بالرش بالمش، من ثم يعني ننزل لتحت بالخرة، بعدين نرجع لها ثاني مرة نعطيها رشة ثانية مع البوية. في هذا المبنى إن شاء الله نقول إنهم يشاركون العمال من تريم ومن سيئون ومن شبام، حتى يشارك الكل في هذا المبنى. تحفة معمارية فريدة يبقى قصر الكثير يجتذب الزائرين، حيث يتوسط مدينة سيئون، كما يتميز بجماله وتناسقه ومساحته الممتدة، إذ يضم بداخله 45 غرفة والكثير من الملحقات والمخازن، وهو الأمر الذي جعله أحد أهم معالم البلاد. خطوة إيجابية تتخذها السلطة المحلية في وادي حضرموت بحماية المعالم التاريخية من خلال ترميمها وصيانتها. وما قصر الكثير أكبر القصور في البلاد المبني من اللبن والطين إلا شاهد حي على هذا الاهتمام الملفت. حدا سعد، قناة بلقيس، من أمام قصر الكثير التاريخي سيئون.